اخوتي اخواتي مرحبا والف مرحبا معايا في هذا الخطاب اللي كنوجهه لكم من اجل انا مرا مزوجة اخواتي وكل شي كيستغل فيا. مرة جيعطوني الطفل الزيت والسكر، مرة خرجوني كنجرى معاهم في الزنادق في الزنايق. المهم اخواتي الله يرحم والديكم، المهم انا المرا برد عادل اللي بغى يتزوج بيا وعنده شي 10 دلعيان تا هو، واش نكملو هاد الحياة انا هو عييت كلشي كيستغل فيا. شي حكي خرجني نزري في الزنايق، شي كيخرجني نحك في الدروس. لهذا اخواتي كنقول لكم اللي بغى يتزوج عليا هاني مرا ديالي في الشاشه. دابا انا قبل ما نعمل عيال كان عليا الطلبات بزاف وكلشي خصو يجوج بيا، ولكن دابا اربعه العيال حتى واحد ما بغى يجوج بيا اخواتي. لهذا شي واحد فيكم يكون ولد الناس من الاحسن اذا كان عنده الكوافات ديال اوروبا، وراكي ما كتشوفوها انا مرا مزيونه وضربتكم بوجهي الحقيقي، ماشي زعما كنكذبها انا تشوفوني. المهم اخواتي انا مكابصه بزاف بزاف بزاف، كلشي كيستغل فيا، شي خرجني نقيل كنفرق الصنايق وكل واحد كيستغلني. لهذا اخواتي اللي بغى يتصل بهاد النمره هادي يتزوج بيا، راه انا المراه ضد الدار واربعه العيال، وان شاء الله نتعاونوا انا هو ونخدمو نضربو الصبا وكلشي اخواتي. كنضرب الصبا كنرعب بقار كلشي 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 كاين ما غير ما يبقاوش يستغلوني. وشكرا لجميع اخواتي النداء ديالي هانتوما كتعرفوا.